طاب يومكم. غزة لليوم السادس عشر في قلب الإجرام الإسرائيلي الوحشي، تقاوم القصف والغارات بأجساد أطفالها ونسائها ورجالها وبصواريخ قسامها ومقاومتها الباسلة، موقعة مزيدا من القتلى في صفوف جنود الاحتلال الذين سقط منهم اليوم ثلاثة، ليرتفع بذلك إلى 30 عدد الجنود الإسرائيليين الذين قضوا منذ بدء العدوان في مقابل أكثر من 650 شهيدا فلسطينيا. في الحركة الدبلوماسية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي عقب وصوله إلى الأراضي المحتلة اليوم إحراز تقدم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في غزة. محليا، تكرر سيناريو ساحة النجمة في جلسة انتخاب الرئيس، حيث لا نصاب والتأجيل يجر التأجيل، والموعد الجديد في 12 من آب المقبل. وقبل ذلك، دعوة وجهها الرئيس نبيه بري إلى جلسة نيابية تضامنا مع غزة ومع مسيحي الموصل في 26 من الجاري، علّه بذلك يجمع نواب الأمة على قضية محقة. نبدأ من قضية العريف اللبناني عاطف محمد سعد الدين الذي ظهر في تسجيل مصور معلنا انشقاقه عن الجيش اللبناني. وكان سعد الدين ابن بلدة خرب الداوود في عكار قد انضم إلى جبهة النصرة في جرود عرسال بعد أن شكل تأديبيا إلى المنطقة الجردية بين اللبوة وعرسال، إلى حين انتهاء محاكمته على خلفية تقديم الحلوى وأطلاق النار ابتهاجا بإحدى العمليات الانتحارية في الضاحية الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جندي المشرق عاطف سعد الدين بلواء التامين، هذه هويتي. بخدم باللواء التامين على حوجز عين الشعب اللي بيفصل بين عرسال واللبوة. انشقيت عن الجيش اللبناني لأن أنا وكل العسكري بالجيش اللبناني سني وغير سني بيعرفوا إنه الجيش أداة بإيد الحزب، بياخدوا أوامرهم كلها من الحزب، بيعملوا حواجز محل ما بدهم الحزب وبيوقفوا شو ما بدهم الحزب، والضباط كلها بأمر الحزب. أنا عسكري وعلى حوجز، وكل العسكري ما نخور شو عم بيصير، المضايقات اللي عم بتصير على أهل السنة وشبابنا كليتهم، يعني بيعملوا حوجز بمنطقة سنية بيخنقوها خنق، بينما بالضاحية ما بيسترجوا يعملوا حوجز إلا إذا عطى أمر الحزب. الحرب على غزة ما انطلق ولا رصاصة واحدة على إسرائيل، بينما المقاومة على أهل السنة وعلى الألمون وعرسال شهدي على الخيام اللي عاملينها لأهل الألمون. كل أهل ألمون قتلوها وودوا النسوان والأطفال على الخيام. وطرابلس فيه 11,000 مذكرة، والضاحي ما في 11 مذكرة. من الأسباب كمان اللي أدت لإنشائي مضايقتهم للمشايخ على الحواجز، وبأمر من الحزب بيداهموا المشايخ وبيعتقلوهم ولحتى بيقتلوهم. من أهمهم الشيخ أحمد عبد الواحد اللي قتلوا جيش بأمر من الحزب، وآخر شيخ الحاج حسين الصباغ اعتقلوه كمان طرابلس تحت. بينما مناطق الحزب لا بيدهم الجيش ولو حتى شو عاملين، قتلوا النواب وما دهموا الجيش، فجروا السيارات، السيارات المفخخة كلها للنواب وللوزراء وما حدا دهم شيء. والضاحية فيها سلاح وفيها كل شيء وما بيسترجي دهمه. كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي، صاحت الدنيا عليه. كيف تنسى ذكرياتي؟ قال لا. الاستحقاق الرئاسي في جلسة نيابية هي التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تختلف عن سابقاتها. التفاصيل مباشرة من ساحة النجمة مع زميل باسل العريضي. باسل، إذن الموعد المقبل للجلسة التالية هو في 12 من آب؟ صحيح صحيح كريستين، الجلسة المقبلة التي حددها الرئيس نبيه بري هو في 12 من آب المقبل، على أمل يعني أن تكون الجلسة العاشرة، لكن المؤشرات حتى الساعة لا توحي بأن هذه الجلسة العاشرة في آب أن ستأتي بنتيجة، إلا في حال جرى شيء يعني خارج المتوقع في السياسة المحلية والإقليمية. كما أيضا يعني في البيان الرسمي الذي صدر عن المكتب الإعلامي في مجلس النواب، حدد الرئيس نبيه بري يوم السبت في 26 من تموز الجاري، يعني بعد يومين
أو ثلاثة من الآن جلسة للتضامن مع غزة وللتضامن مع المسيحيين في الموصل وما يحدث من تنكيل بحق أبناء العراق من الطوائف والأقليات المسيحية، إضافة إلى التنكيل بأبناء غزة من قبل العدو الإسرائيلي. هذا البيان الذي صدر عن مجلس النواب، المكتب الإعلامي مجلس النواب، عقب هذه الجلسة التاسعة كما ذكرت كريستين، التي حضر فيها حوالي 58 نائب لهذه الجلسة. طبعا النصاب غير مكتمل. حتى يعني اليوم كريستين شهدنا شح إن صح التعبير في التصريحات، كنا اعتدنا في الجلسات السابقة كثافة بالتصريحات، كثافة بالمواقف. اليوم على ما يبدو أن حتى النواب بأنفسهم لم يعودوا يرغبون بالتكثير من أو بالإكثار من التصريحات الإعلامية. كان بعض هناك التصريحات المقتضبة، سنذكر بعض المواقف البارزة التي جاءت على هامش هذه الجلسة التي لم تعقد. على في موضوع الاستحقاقات الداهمة الآن فيما يتعلق بموضوع الرواتب والأجور، وقال الوزير وائل بوفعور على أن العقل اللبناني مبدع وبالتالي هناك حلول لهذه المسألة، فيما قال الوزير علي حسن خليل وزير المالية على أن هناك حلول وأنه لن يقوم بوضع هذا بتسيير هذه الأمور من خارج القانون وخوننة هذا الموضوع. فيما يتعلق أيضا بمواضيع أخرى كريستين، النائب مطوان زهرة طلب علق على ما يحدث في المنطقة تحديدا في العراق، ودعا إلى التفكير بشكل جدي لأن لبنان على ما بحسب تعبيره بات يشبه ببشاعات ما يحدث في المنطقة. النائب روبير غانم تحدث أيضا معلق على طرح العماد ميشيل عون حول انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، وقال أن هذا الأمر هو بمثابة انقلاب على الميثاق الوطني وعلى الدستور. النائب أحمد فتفت دعا بدوره إلى جلسة تضامنية مع العراق والموصل ويوم غد، وبالتالي يعني هناك تفاوت في موعدين، موعد حددها الرئيس بري السبت المقبل، في حين دعا النائب فتفت إلى أمر مماثل يوم غد في مجلس النواب. يعني فيما يتعلق بالاستحقاق تحديدا، كان هناك مؤتمر صحفي ايضا للنائب ستريدا جعجع تحدثت فيه او حملت المسؤوليه التعطيل الرئاسي للجلسه التاسعه للطرف المسيحي الاخر، الذي يعني يضع هذا الاستحقاق في اطار شخصنه هذا الاستحقاق وليس في اطاره الوطني العام، كما استنكرت ما يحدث في غزه والموصل، وقالت ان عرقله الاستحقاق الرئاسي يتحمل مسؤوليته فريق من النواب. يعني تماما يعني كما كنا نستمع الى هذه التصريحات مشابه تقريبا للجلسات السابقه. على أي حال كريستين، أعتقد أننا سنستمع إلى أبرز ما جاء من تصريحات بعض النواب في هذا اليوم النيابي. موضوع انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة على مرحلة أو على مرحلتين ليس مجرد فكرة تطبيقية في سياق الأداء الديموغرافي بالنسبة لبلد مثل لبنان، بل هو انقلاب شامل وتغيير جذري يقضي على مبرر وجوده كما يمس كيانه وقابليته على الحياة والاستمرارية. إن كان من حكمة المشرع أو من باب الصدفة، لا يغني من جديد أن يعنيني من جديد أن أدخل في النوايا، بل هاجسي الوحيد أن أضيء بما لا يقبل الشك أو الغموض، أن إدخال البعد الديموغرافي أو العددي وبوضوح أكثر عامل الأرقام على الميثاق الوطني كفيل بإنهاء فكرة لبنان وكيان لبنان ووجود لبنان. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن من معراب أن فريقه لن يستسلم، منتقدا استمرار الفريق الآخر بتعطيل الانتخابات الرئاسية حتى إيصال مرشحهم. التعديلات الدستورية اللي عم تطرح بالوقت الحاضر عم تطرح من قبيل زر الرماد بالعيون، وبعض الأشخاص والفرقاء يغلوا سعرهم، بمعنى أنه تيحطوا ضغط على الآخرين تيجوا الآخرين يقولون طيب رح ننتخبكم رئيس جمهورية، وهذا الأمر لا يجوز، وهذا كمان بيجي بسياق الغش على الناس يلي مزبوط عنده نظرة لكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية إذا من الشعب ولا غير الشعب، كان الأحرى فيه أنه يطرحها قبل بسنة أو سنتين أو ثلاثة من الانتخابات الرئاسية، أو الأحرى فيه أنه يعمل الانتخابات الرئاسية هلأ ودغري من بعد ما نخلص الانتخابات الرئاسية نبلش نحضر لها التعديلات الدستورية المطلوبة اللي عم بصير بموصل غير مقبول. والمعنيين بالدرجة الأولى الإسلام بشكل عام هو المعني، وهو لازم يتدخل
تيوقف منظمات مثل داعش عن يلي عم بتقوم فيه، لأنه بنهاية المطاف هالأعمال عم تأذي الإسلام كإسلام قبل شيء قبل أي شيء آخر. مشان هيك بدي أتوجه كمان بالدعوة لكل المجموعات الإسلامية المعتدلة موجودة بالعراق ككل، موجودة بنينوى، موجودة بالموصل، تهي تتدخل وتوقف منظمة داعش عن كل اللي عم تعمله، إن كان بحق المسيحيين أو بحق الأقليات الأخرى أو حتى بحق الأكثرية السنية. وفي غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 652، وجيش العدو يعترف بمقتل 29 عنصرا من عناصره منذ بدء العدوان، في وقت تستمر المواجهات وتتكثف التحركات الدبلوماسية. واصل العدو الإسرائيلي ولليوم 16 على التوالي توجيه نيران مدفعيته إلى قطاع غزة، ولم تقتصر المواجهات بين الطرفين على قطاع غزة بل شملت أيضا الضفة الغربية، حيث قالت مصادر أمنية فلسطينية إن فلسطينيا قتل ليلة الثلاثاء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال في بلدة حسان، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 652 شهيدا و4200 جريح منذ بدء العدوان على غزة. وفي حين أشارت الفصائل الفلسطينية إلى أن المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 53 جنديا، قال جيش العدو أن 29 عسكريا فقط قتلوا، ومن بينهم الجندي الذي أعلنت حماس خطفه. وفي مقابل القصف الإسرائيلي واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سقط إحداها قرب مطار بن غوريون في تل أبيب، ما دفع بشركات طيران عدة بينها أوروبية وأمريكية إلى تعليق رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلن وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن 4000 إسرائيلي عالقون في تركيا بسبب إلغاء الرحلات. سياسيا، أيدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في بيان صدر بعد اجتماع رأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس المطالب الأساسية لحركة حماس لوقف إطلاق النار، وهي خطوة من شأنها جعل عباس المحاور الرئيسي للتوصل إلى هدنة في غزة. أننا متمسكون بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وبحكومة الوفاق الوطني، وسوف نواصل اتصالاتنا وتحركاتنا الإقليمية والدولية، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنذهب إلى كل مكان من أجل وقف العدوان وانتزاع حقوقنا المشروعة، وسنلاحق كل مرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا مهما طال الزمن، حتى لا تمر هذه الجرائم دون محاسبة وعقاب. ويأتي ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إحراز تقدم في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، رافضا في الوقت عينه ذكر تفاصيله، فيما بدأ الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاته في القدس. إلى ذلك شيعت غزة شهداءها في مآتم مهيبة. كما تواصلت التظاهرات المنددة بالعدوان على غزة في بلدان عدة ومن ضمنها العاصمة واشنطن. الأمم المتحدة اعتبرت بدورها في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان أن ما يحدث في غزة عملية وحشية، كما طالبت منظمات مدنية منها منظمة العفو الدولية بتحقيق دولي مستقل، متحدثة عن جرائم حرب محتملة بعد تعرض مستشفيات في غزة للقصف. وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أمام مجلس الأمن الدولي الذي انعقد مساء أمس أن الأسرة الدولية تخلفت عن واجبها بحماية المدنيين خلال الحرب على غزة. وفي كلمته عرض منصور صور الجرحى الفلسطينيين في غزة وعدد أسماء نحو 50 طفلا فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي، وقال: هذه وجوه ضحايانا، معظمهم من الأطفال، لسنا أرقاما، نحن بشر. ودعا منصور مجددا مجلس الأمن إلى تبني قرار لوقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.
استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره في جدة مساء أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى البحث في أحداث المنطقة وفي مقدمها تطورات الأوضاع في غزة. الاجتماع الذي حضره وزيرا داخلية البلدين هو الأول بين الملك السعودي وأمير قطر منذ الخلاف الكبير بين دولتيهما في وقت سابق هذا العام، ما أدى حينها إلى سحب السفراء. ويأتي أيضا بعد وساطات الدوحة لإبرام اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس في غزة. وفي السياق، أبلغ مصدر مطلع في الدوحة رويترز أن الهدف الرئيس لزيارة الشيخ تميم إلى المملكة هو إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في القطاع. رأى بطريرك السريان الأرثوذكس مرغناطيوس فرام الثاني في كلمة له عقب اجتماعه مع مطارنة السريان الكاثوليك والكلدان والأشوريين أن ما حصل ويحصل في الموصل من تهجير ممنهج للمسيحيين وبعض المسلمين مرفقا بشعارات عنصرية بعد استيلاء داعش عليها يعد عملا وحشيا وغير مسبوق في العلاقات بين مسيحيي هذه المنطقة ومسلميها. نطلب من شركائنا في الوطن أن يكونوا أوفياء للقيم الدينية والحضارية والإنسانية المشتركة بيننا عبر دعم وتوضيد الوجود المسيحي في هذه المنطقة من العالم، وعدم الاكتفاء بكلمات التضامن من خلال دعوة الأنظمة التي تدعم وتسلح وتمول داعش وغير داعش إلى وقف ما تقوم به، لأن هذا التعصب وهذه الأعمال سوف ترتد على من يقوم بها ويدعمها عاجلا أو آجلا. من جهة ثانية، نعلن أننا سنقصد أعلى المرجعيات الدولية في الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان لمطالبتها بأن تقف مع الشرعة التي تدعي بأنها تعمل بها، ولا نطالب الغرب بأكثر مما تقتضيه شرعة حقوق الإنسان وعدم استعمال الانتقائية في تطبيقها بين بلد وآخر ومكون اجتماعي وآخر. وإننا نصر على أن ما وقع على شعبنا في الموصل هو جريمة حرب، فالتهجير على أساس ديني إسلاميا كان أم مسيحيا هو جريمة إنسانية تقتضي معاقبة من قام بها. أهلا بكم من جديد. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يستعرض في مؤتمر صحفي ما لم تنجزه وزارة الشؤون في قضية الطفلين عباس وخالد. ما جرى في حقيقته هو إساءة لكل التضحيات الكبيرة اللي قدمها الشعب اللبناني منذ بدأت عمليات النزوح السوري. نحن كل الناس بتعرف أنه المجتمع اللبناني كان الأكثر كرما وكان الأكثر ترحيبا بالأخوة السوريين وما زال، ونحن هدول أخواتنا، ويوم الايام نحن كان عندنا محنه ورحنا لعندهم. نحن ما فينا نستثمر هذه المحنه بهذا النوع المتدني بهذا النوع المتدني من التعاطي. وبقول لكم انا بكل صراحه، من اول لحظه شفت الولد اللي عم يضرب اكتشفت انا وقلت ان الضحيه الاولى في هذا المشهد المريع هو عباس، لانه كيف بيقبلوا اهله ولا اخواته ولا اولاد عمه انه يربوا بهالولد البريء مشاعر العدوانية ويخلوه يحس انه الانسان اللي قباله يا اما كرة قدم يا اما كيس للتمرين. وزير التربية الياس بوصعب يكشف لطلاب الشهادات الرسمية عن نيته اتخاذ قرار مناسب كي يتمكنوا من دخول الجامعات، ومتفرغو الجامعة اللبنانية يهددون بالامتناع عن اجراء امتحانات الدورة الثانية، وموظفو الادارة العامة يطالبون بالسلسلة وبرواتبهم. لا تصحيح من دون هيئة التنسيق، ولا فرض تصحيح، ولا إصدار إفادات للشهادات الرسمية. ثلاث لاءات أعلنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بعد انضمامه إلى اعتصام طلاب الشهادات الرسمية الذين احتشدوا أمام مبنى وزارة التربية تحت عنوان شهاداتنا حقنا أعطونا حقنا. وقد أكد بوصعب حرصه على حقوق الأساتذة وعلى المعالجة المسؤولة لسلسلة الرتب والرواتب. وراح باخذ القرار المناسب للطلاب تقدر تفوت على الجامعات من دون ما نعطي إفادات ومن دون ما نعمل تصحيح خارج هيئة التنسيق ومن دون ما نفرض التصحيح من أفرقاء آخرين. ما بدنا إفادات وما في إفادات، وكل طالب ورد على كل طالب بده إفادة، فالإفادة بتجمع وبتساوي بين الراسب والناجح والمتفوق في الامتحانات الرسمية اللبنانية وتضرب الشهادة اللبنانية تعليميا وتربويا، ونحن ما بنقبل هذا الشيء أبدا. ونحن بنأكد لكم
إنه إذا شركات لبنان تعاطفت مع ظروفنا المثير للشفقة فشركات برا مستحيل تقبلنا مثل ما نحن حترجعنا على لبنان. تربوياً أيضاً وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حذرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من إعلان الجامعة اللبنانية منكوبة في حال عدم أقرار ملفي تعيين العمداء والتفرغ. وإذا لم يتصاعد الدخان الأبيض في هذه الجلسة وما يليها من جلسات، نعيد ونكرر أننا سنضطر إلى اعتبار الجامعة اللبنانية جامعة منكوبة، أما التصعيد فسيكون إضرابا شاملا يطال جميع الأوجه في كافة كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها، ويشمل أولا عدم إجراء امتحانات الدورة الثانية حيث توجد الكليات، ثانيا عدم افتتاح العام الجامعي الجديد. وفي الإطار المطلبي أيضا، اعتصم موظفو الإدارة العامة أمام وزارة الصناعة مطالبين المسؤولين بضرورة أقرار دفع رواتب موظفي القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وقد شارك وزير الصناعة حسين الحاج حسن المعتصمين. إن شاء الله يكون في غدا بمجلس الوزراء حلول. طبعا الحل نحن من أيد موقف وزير المالية بأنه القانون الإنفاق لازم يكون مقونا وشرعي وقانوني 100%، وبتمنى أنه القوى السياسية كلها تتحسس أهمية هذه القضية وخطورتها في نفس الوقت، وما يبقى حدا أسير مواقفه ويعطل صرف الرواتب لموظفي القطاع العام. هذا الإضراب الذي ننفذه اليوم ليس من أجل دفع رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام حتى ما تضيع البوصلة. هذا الإضراب ووقف التصحيح وأسس التصحيح هو لإقرار حقنا في السلسلة التي طال انتظارها. وتوالت كلمات المعتصمين التي أجمعت على أهمية الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب. طلب الرئيس فؤاد السنيور في اعتصام تضامني لكتلة المستقبل مع شعب غزة أمام مقر الإسكوا، طلب المجتمع الدولي باحترام القرارات الدولية التي أقرها وتنفيذها، وسلم رسالة باسم المعتصمين إلى الأمين العام للأمم المتحدة من خلال ممثله في لبنان. أنتم اليوم يا إخوتي في غزة تكتبون الحكاية من جديد وتمنعون إسرائيل من تحقيق أهدافها بسبب صلابتكم ومقاومتكم ووحدتكم التي أزعجت عدوكم، ولذلك قررت إسرائيل شن الحرب عليكم لضرب هذه الوحدة ولإفشال هذا التقارب الوطني الفلسطيني. نحن لم نأتي هنا لنعطي دروسا في الصمود والبطولة، فأنتم يا أبطال فلسطين الذين تعطون الدروس وأنتم الصامدون المقاومون القادرون على هزيمة العدوان. لقد جئنا هنا اليوم لنقول للعالم أننا نقف اليوم إلى جانب غزة، إلى جانب الحق في مواجهة الباطل، إلى جانب فلسطين المحتلة المغتصبة أرضها والتي لن نتركها وحدها، ولن يتركها العرب وحدها، ولن يتركها الضمير العالمي وكل محب للسلام الحقيقي في العالم. كشفت صحيفة السفير أن نائب وليد جنبلاط زار الضاحية الجنوبية أمس وقدم واجب العزاء إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل بوفاة والدته، وذلك في حسينية برج البراجنة. وتبادل جنبلاط وخليل في أثناء العزاء أطراف الحديث على مدى نصف ساعة بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. شب حريق في أحراش تلال بلدة الدامور قبل ظهر اليوم، وقد عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على إخماده. وفي عكار شب حريق كبير في الغابة المجاورة لدير بينو والتي تضم أنواعا عدة من النباتات والحيوانات، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مركزي حلبة وبزبينة إلى المكان لإخماد النيران، كما توجه عناصر من الجيش اللبناني للمساعدة في السيطرة على الحريق. في بيروت اعتصام تضامني مع غزة وورود حمراء إلى أرواح شهدائها.
نفذت مجموعة من الشباب اللبناني والفلسطيني والسوري اعتصاماً تضامنياً مع غزة في منطقة الروشة، وقد علق المعتصمون على صخرة الروشة لوائح عملاقة حملت أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما عددوها عبر مكبرات الصوت حاملين الأعلام الفلسطينية والورود الحمراء. نأسف لغياب تحرك يدين إسرائيل في مجلس الأمن الدولي من كافة أعضائه بعد نحو أسبوعين من شن الحرب الإسرائيلية، ويزداد أسفاً عند النظر إلى المواقف الرسمية العربية الحالية. وفي نهاية الاعتصام رمى المتضامنون الورود في مياه بحر بيروت علها تصل إلى المتألمين في غزة. الضفة الغربية في مشهد شبيه بالانتفاضتين الأولى والثانية تضامناً مع القطاع الجريح، وأمهات في الضفة حرمهن الاحتلال رؤية أولادهن في القطاع. تقرير نزار حبش. ماما دير بالك، وأنا كتير كتير مشتاقة لك ومتفائلة إن شاء الله إنه يصير إشي وأشوفك على خير، وبحبك كتير كتير. الله يرضى عليك، دير بالك يا ماما، مع السلامة. أنهت المكالمة وكلها حرقة على فراق طويل. حكمة بسيسو تعيش حالة من التوتر على فلذة كبدها مصطفى الذي منعه العدو من العودة إلى الضفة وبقي في قطاع غزة تحت القصف والدمار منذ 8 سنوات. الأم في الضفة والابن في القطاع، وما بينهما جوع وقتل ومجازر. بالنسبة لابني أنا بصير أحياناً تيجي هواجس طبعاً، أني أنا لا سمح الله تم قصف البيت اللي هو فيه، أنه هو استشهد. بصير أتخيل يعني أنه كل أم شهيد بتحضن ابنها بتودعه بتبوسه، فأنا كيف راح يكون بتخيل أنه كيف ممكن يكون أنا وضعي كأم. حكمة التي تعيش في مدينة رام الله لا تستطيع دخول القطاع الجريح، لكن كل ما في بيتها يشير إلى شوقها لرائحة بحر وأهل غزة. هذا زلف من غزة ورمل، بعت لي يا ابني مع أصدقاء أجانب بحيث أنه يكون عندي إشي من أصالة غزة، من بيئة غزة، أملى أنه إن شاء الله المقاومة تقدر تحقق أكبر كم ممكن من مطالبها، ويكون جزء من هاي المطالب فتح معبر إيرز، واللي زيي يجي ابني عندي ونقعد على طاولة واحدة وناكل مع بعض ونعيش مع بعض ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. وشاركت حكمة في الهبة الجماهيرية التي انطلقت في شتى أنحاء الضفة الغربية نصرة للأهل في القطاع. اشتباكات مع العدو في معظم مناطق التماس في مشهد مطابق للانتفاضة الأولى والثانية، ليصبح الغضب هو العنوان. عالم الظالم هذا اللي احنا عايشين فيه، اللي بتقوده الولايات المتحدة، هذا عالم ظالم، هذا عالم مزيف، عالم جبان. أكيد أهل غزة هم أهلنا، شو ما بصير عليهم بصير علينا، إن أطفالهم أطفالنا، أولادهم أولادنا. أدعو الرئيس للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة هؤلاء المجرمين فورا. ما إلنا غير الله سبحانه وتعالى. إضراب وحداد في الضفة ونعوش رمزية تحاول أن توقظ ضمير العالم الميت على أكثر من 600 شهيد وقرابة 3000 جريح لغاية إعداد هذا التقرير. يبقى عزاء الفلسطينيين الوحيد في صمود المقاومة الفلسطينية وضربها للعمق الصهيوني. من مدينة رام الله المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد. وفي ختام النشرة تذكير بعناوينها: آلة الحرب الإسرائيلية تمعن في إجرامها بالقطاع. والحصيلة أكثر من 20 شهيدا في مقابل 3 قتلى لجنود الاحتلال. كاري في الأراضي المحتلة معلنا عن بوادر تقدم لوقف النار، وقمة سعودية قطرية في جدة. الجندي اللبناني المنشق بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جندي المنشق عاطف سعدين بلواء التامين، هذه هويتي. الجلسة 9 لانتخاب الرئيس إلى مزيد من التأجيل. التعديلات الدستورية اللي عم تطرح بالوقت الحاضر عم تطرح من قبيل زر الرماد بالعيون. طلاب الثانوي يعتصموا على الشهادات.
تشهدوا يا أحباب. وموظفو الإدارة على السلسلة. وزير المالية متمسك بقانونية الإنفاق ونحن مأيدينه بتمسكه بقانونية الإنفاق. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.